الخير صباحكم سادة الحضور مع حفظ الألقاب والمسميات. دمتم ذخرا لهذه المحافظة التي رفدت المشهد الثقافي العراقي، بل ورفدت العراق منذ عقود من الزمن. اليوم في هذا الصباح الجميل حيث تعانق خيوط الشمس الذهبية جبين كل طفل عراقي يمتطي حقيبته وصولا إلى ساحات العلم والمعرفة، جعلا من ما مر بتلك المحافظة انطلاقا لبناء جدار العراق الأصيل. تجي من المعنى العام لمجلس الوزراء بإقامة مديرية النشاط الرياضي والمدرسي في وزارة التربية والتعاون مع تربية نينوى، معرض فني فوتوغرافي للمنطقة المحررة الأنبار صلاح الدين نينوى. اليوم هذا المعرض جسد واقع الموجود في محافظة نينوى بدءا من عمليات التحرير وتدمير الذي حصل في هذه المحافظة. كلنا نأمل بدعم الحكومة المركزية لهذه المحافظة وإنقاذها من واقعها، وخاصة فيما تعانيه المنطقة القديمة والمناطق الأخرى سواء كان في سنجار أو في تل أحمر أو من النواحي. إن شاء الله ستعود نينوى بأبهى صورة بدعم الخيرين أبناء الوطن وبدعم الحكومة المركزية بإذن الله تعالى. تبقى نينوى ترنيمة جمال وفن وحضارة، يركع الجمال عند أعتابها، وهي تحتضن المعرض الفوتوغرافي الخاص بالمدن المحررة. هذا المعرض طالعت فيه الكثير من الأعمال الفنية المتميزة، فيها موضوعات تحدثت عن الجندي العراقي وهو يسطر أبرز ملامح الصمود والنصر والتصدي للمجاميع الإرهابية، إضافة إلى موضوعات وثقت لمدينة الموصل الخراب الذي لحق بأهلها الذين ذاقوا كأس العيش زقوم إبان احتلالها من قبل المجاميع الإرهابية. بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقوم المديرية العامة للتربية الرياضية والنشاط المدرسي في وزارة التربية وبضيافة مديرية العامة لتربية نينوى ومديرية النشاط الرياضي والمدرسي المعرض التصوير الفوتوغرافي للمدن المحررة، وعلى قاعة مديرية النشاط الرياضي في تربية نينوى. من هذا المعرض وهذه الصور نود أن نوصل رسالة بأن العراق يتعافى ومحافظة نينوى عادت إلى أحضان الوطن الحبيب. طبعا احنا من بداية التحرير بداية عملية التحرير والموصل كنا نشتغل بالعمل الإغاثي والعمل التصوير الفوتوغرافي، كنت استغل بعض الأعمال الإغاثية بالتصوير الفوتوغرافي، وهاليوم استغليت النشاط وزارة التربية لإقامة معرض المدن المحررة اللي شاركت به ثلاث محافظات عراقية منها مدينة الموصل ومحافظة أنبار ومحافظة صلاح الدين. اللقطات اللي شاركت بها انه لقطه تعبر عن احد عوجات المدينه القديمه في منطقه باب لقش، صوره للاطفال اثنين يتمشون بازقه المدينه القديمه ويظهر حولهم اثار الدمار اللي موجوده بالصوره، وايضا الماء يمثل انه اكو حياه داخل هاي العوجه اللي موجوده بالمدينه القديمه. حبيت اوصل رساله انه مدينه الموصل تمرض ولا تموت، مدينه الموصل تقاوم وتظهر من جديد. ورسالة الأخرى اللي أوصلها أنه رسالة إلى الحكومة أنه تنظر إلى حال المدينة القديمة وإلى حال أهلها اللي يعتبروا أهلها مدينة منكوبة ومنطقة منكوبة ينظرون إليها. حبيت أوصل رسالتي من قبل عيني الثالثة هي كاميرتي.